حذر رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور من أن ليبيا تواجه جرائم متطورة ليست نمطية وعابرة للحدود. ودعا الصور خلال لقاء جمع ممثلين عن نيابات المناطق الليبية لتطوير النظام النيابي والقضائي في البلاد، خصوصا أن هذه الجرائم تقع حيثياتها في أكثر من منطقة وتحت تخصص أكثر من نيابة. أنا أمام جريمة متطورة، ليست جريمة نمطية تقليدية، جريمة أصبحت عابرة للحدود، جريمة مادياتها تقع في أكثر من منطقة وبدارة اختصاص أكثر من مكتب محامي عام. الأخرى التي تتعلق بالإحصائيات ومعدلات الأداء ومنشورات تعليمات النائب العام والقوانين، فكل المشاكل طرحت وكان الحديث مثمر وجاد ويدل عن وجود رغبة صادقة وعزيمة وإرادة لدى أعضاء النيابة والسادة المحامون العامون ورؤساء النيابات على حل هذه المشكلات ورفع مستوى الأداء، حتى بإمكاننا أن نكون بالفعل الخط الأول والأخير في مواجهة هذه الجرائم. وأوضح الصور أن الجرائم تشمل الإرهاب والهجرة غير القانونية وجرائم تهريب المحروقات والفساد، مضيفا أن هذه الجرائم هي حديثة في نوعها وارتفع مؤشرها في ليبيا ويتفاوت من منطقة إلى أخرى في البلاد. التي نشرت الأيام الماضية في هناك مذكرات أخرى، عدد الذين مطلوب القبض عليهم في قضايا تهريب المحروقات الآن يتجاوز 300 شخص، تم القبض على بعض منهم وحيلوا للتحقيق في المكتب. هذا عمل في إطار، سنحتاج ربما نحن في الأيام القادمة نعد لمؤتمر صحفي للرأي العام الليبي حول جرائم تهريب المحروقات وجرائم الهجرة والاتجار في البشر وربما الاعتمادات الوهمية وبعض القضايا، قضية السفينة اليونانية وكثير من القضايا المحل اهتمام الرأي العام، نحاول نعد لها الآن مؤتمر صحفي حتى يستطيع الناس في بلادنا الإلمام بكل هذه الأمور لأهميتها لأهميتها في إيصال رسالة أن العدالة موجودة وأن القانون موجود وبالإمكان الوصول إلى كل فاعلي جرائم والذين يحاولون المساس بالأمن والاستقرار في ليبيا.